أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي تقدم خدماتها المثالية لملايين الحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم سنويا قد اتخذت القرار الصائب بشأن أداء مناسك الحج لهذا العام في أجواء تضمن الأمن والطمأنينة والسلامة للحجاج. وأشاد سعادته في تصريح لصحيفة عكاظ السعودية اليوم بقرار المملكة العربية السعودية تنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين بالمملكة باعتباره قرارا مسؤولا يعكس النهج الإنساني الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية باستمرار أداء الفريضة وعدم تعطلها مع الحفاظ على أمن حجاج بيت الله الحرام وصحتهم وسلامتهم. وأكد سعادة وزير الإعلام أن قرار المملكة الواعي والمدروس بإقامة الركن الخامس من أركان الإسلام مع اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية في مواجهة التحديات المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا وانتشاره عالميا حظي بمباركة عربية وإسلامية ودولية واسعة وإشادة بارزة من الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والصحية وتفهم كبير من الشعوب الإسلامية لحرص القيادة السعودية الحكيمة على حماية أرواح الحجاج والمعتمرين وسلامة النفس البشرية. وتوجه الرميحي بالشكر والتقدير إلى السلطات السعودية بجميع أجهزتها وكوادرها الأمنية والعسكرية والصحية والإعلامية على ما تقدمه من خدمات جليلة ورعاية كريمة دائمة للحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، مؤكدا دعم مملكة البحرين لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة واعتزازها بقيادتها الحكيمة للعالم العربي والإسلامي على طريق الأمن والسلام والتنمية والازدهار.